أنا زينك وحال في جري يا يما علي الدار غدت يا أمي حسن ظلمة مو انتي الهوى المينزغ ريشتم شلي بدنياي يا زهرة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا وبارك. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجا والتجا إليكم سيدي فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى والله لو أن ذلك أو بعدما بيض الغذاء وشابا أصبوا لوصل الغيد أم أتصاب هبني صبوت فمن يعيد قواني يحسب نبايا زي المشي قرابة ولقد وقفت وما وقفنا مدامعي في باب زينب وقفت ربابا وبكيت حين رأيتها مهجورة عليها الغراب يرادد التنعاب وحن العراق بفتيتين من غالبي وكلهم المدركي الغلابة لم أنسه إذ قام فيه مخاطبا فإذا هم لا يفقهون خطابا يقول ألست ابنا بنت نبيكم وملاذكم إن صرفوا داهر النابا
أولم يواصي بنا النبي وأودعي ثقل فيكم عترتين وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا حسابكم إن كنتم إعرابا فقدوا حيارا لا يرى لنصحه إلا الأسينة وسهام جوابا ساعة القشرة يوم مرة بالمذاهبي كلهم عرايا كلهم عرايا والستر من ساجيه الريح ومن الحزين ومن الحزين زينب تقول نوب وطيح وتقول وتقول شاب الرأس من عظم الرزيه يا إنا لله وإنا إليه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب والعاقبة للمتقين. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وأني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بقلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية صدق الله العظيم. جاء في قصص الأنبياء أن نبي الله زكريا دعا الله سنين طوال يريد الذرية يريد الخلف وعادة دعاء الأنبياء مستجاب لماذا أخر الله الاستجابة عن نبي الله زكريا؟ حتما هنالك أمر عظيم أمر جليل نحن لا نعلمه ولكن الله يعلم صالح المؤمنين. نعم ونبي الله زكريا كان يريد المعصوم الذي من بعده ويعلم أن المعصوم لا يكون إلا من المعصوم وتقلبك فيه الساجدين
في المعصومين، وأنه القاعدة الشرعية أن الله لا يترك الأرض من دون المعصوم. يجب أن يكون هنالك النبي المعصوم، الرسول المعصوم، الإمام المعصوم الذي تشرق الشمس بفضله، الذي ينير القمر بفضله. لأنه إذا لم يكن هنالك المعصوم فترة زمنية على الأرض، والعياذ بالله، لم يكن هنالك عدالة، لأنه يؤخذ التكليف من غير المعصوم، يؤخذ خطأ. والعدالة أصل من أصول الدين، وأصول الدين تعرف باليقين، أصول الدين التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، الميعاد. فالعدالة الإلهية تشمل كل شيء، كل شيء. يجب أن يكون هنالك المعصوم الذي ينقل الإرادة الإلهية، القول الإلهي، الأحكام الإلهية. منذ أن خلق الله نبي الله آدم كان هو المعصوم على الأرض، وبعده 124,000 معصوم نبي، إلى أن وصلنا إلى النبي المصطفى محمد نعم، ففي هذا الزمن المعصوم من هو؟ صاحب الأمر والزمان إلى يوم القيامة، هو المسدد نعم للمؤمنين. ولكنه نبي الله زكريا في ذلك الوقت كان هو المعصوم الوحيد، فيجب أن يولد له النبي الذي بعده. إلا أنه كبر ووهن العظم واشتعل رأسه من الشيب، فصار يدعو الله دعاء خفيا بيأس، فاستجاب له الله عز وجل، فأهبط له جبريل عليه السلام، فقال له جبريل: هذه 5 أحرف ادعو الله بها يستجيب الله لك، كاف ها يا عين صاد. فقال له جبريل: وما معنى هذه الأحرف؟ نعم هي أحرف عظام عند الله، كاسم الله العظيم العظيم، كحرفين، جعل الله الخلق بين حرفين، بين الكاف والنون، وقال كن فيكون. وهذا من باب التأويل، حيث لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم أئمة أهل البيت بعد النبي المصطفى محمد. ولكن قال له: أعطني معنى هذه الأحرف، ليس التأويل، تأويل عظيم. قال: كاف كربلاء وما سيجري في كربلاء، ها هلاك العترة. وأي عترة؟ عترة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يا يزيد، وما أدراك ما طغيان يزيد، حيث قال الله: وما يزيدهم، في سورة الإسراء آية 60، وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبالفعل سنة 60 قتل الحسين. كفايا عين عطش الحسين، وكيف عطش الحسين ومن مع الحسين. صاد صبر الحسين، حيث تعجبت من صبره في الوقى ملائكة السماوات، فصار نبي الله زكريا يبكي بكاء عظيما، ثم أنه أراد أن ينفرد بالبكاء، لا يريد أن يكلم الناس 3 أيام، وأخذ معه قليلا من الأكل من الماء، ومضى إلى المحراب وأقلق الأبواب، وصار يبكي الحسين. وكان ذلك في اليوم 7 ليلة 8 من عاشوراء، ويوم 8 ليلة ليلة 9 من عاشوراء، وفي اليوم 9 ليلة 10 من عاشوراء.
وفي ليلة التاسع من عاشوراء دعا الله أن يولد له شبيه الحسين في جميع الخصال، فاستجاب له الله فولد له نبي الله يحيى شبيه الحسين عليه السلام. وكان من عادات أنبياء من عادات بنو إسرائيل قتل الأنبياء، أكثر الأنبياء بعثوا في قوم نبي الله، أو أكثر أنبياء بعثوا في قوم بنو إسرائيل، إلا أنهم كلهم قتلوا على يد بني إسرائيل، فهموا بقتل نبي الله زكريا، فهرب نبي الله زكريا إلى القابة ووجد شجرة بها شق، فدخل في ذلك الشق ووضع الأوراق، أوراق الشجرة، أوراق الشجر من حوله، وما دلهم عليه إلا إبليس الرجيم. نعم، فقطعوا الشجرة، جذع الشجرة من الأسفل ومن الأعلى، أقلقوا عليه ذلك الشق بالحطب والمسامير، وأتوا بجذع الشجرة إلى ذلك الملك الطاقية، فقال لهم اقتلوا نبي الله زكريا بالمناشير، فقتلوا. أما نبي الله يحيى حين كبر وكلف بالنبوة كان على عهده أيضا ملك طاقية، إلا أنه أشد طغيانا، وكان يريد أن يتزوج ببنت أخته والعياذ بالله سفاحة، فقالت بنت أخته هي أيضا هي كانت تريد أن تكون ملكة فاجرة، تريد أن تكون ملكة، قالت أن مهري أن يرضى نبي الله يحيى هذا الزواج، فأتوا بنبي الله يحيى فقال لهم نبي الله يحيى، قال لذلك الطاقية لا يحل لك، ومضى. ثم قالت تلك المرأة سوف لا أرضى بالزواج حتى يرضى نبي الله يحيى أو أنه يقتل لكي لا أعير بين بنو إسرائيل، وأتوا بنبي الله يحيى محمولا إلى الأعناق إلى القصر، وأتوا بالسياف وأتوا بالطشت، فقالوا لنبي الله يحيى إما أن ترضى وتبارك هذا الزواج وإما أن تقتل. فقال له نبي الله يحيى، قال ذلك الملك لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك، فضرب عنق نبي الله يحيى 12 ضربة وسال الدم في ذلك الطشت، ومضى ذلك الفاسق وتزوج بتلك البنت الفاسقة. نعم، وفي الصباح رأوا أمرا عظيما، رأوا أن الدم يقلي في الطشت، وهذا نذير شؤم، فأخبروا الملك، فقال الملك خذوا الدم والجسد وأدفنوا الجسد والدم خارج البلدة بعيدا، وفعلوا ذلك. وفي اليوم الآخر رأوا أن الضريح قبر نبي الله يحيى يقلي بالدم، فقال لهم الملك أهيلوا عليه التراب، وفي اليوم الذي بعده كذلك قال أهيلوا مزيدا من التراب، الكثير من التراب، وظل دمه يقلي سنين طوال حتى خرج بخة نصر من العراق من بابل، وأقسم أنه ينتصر لنبي الله يحيى، فمضى من العراق بجيش عظيم إلى الشام وأقام حربا
وانتصر وقتل ذلك الملك الطاغية وقتل وزرائه، إلا أنه الدم لم يسكن. ثم قتل كل من شارك بقتل نبي الله يحيى، ولكنه أيضا الدم لم يسكن، فقتل كل من سمع بذلك ورضي به، وقتل كل من تنقب عن نصرة نبي الله يحيى، فقتل الآلاف فسكن ذلك الدم. هنالك وجه تشابه بين نبي الله يحيى وبين الحسين عليه السلام. نبي الله يحيى لم يجعل الله له من قبل كذلك أبا عبد الله الحسين، لم يكن هنالك من اسمه الحسين قبل الحسين، بعد الحسين الملايين من اسمه الحسين، ولكن قبله لا يوجد أبدا. نبي الله يحيى حملت به أمه 6 أشهر فقط، وعادة يموت الجنين، كذلك أبا عبد الله الحسين حملت به فاطمة الزهراء 6 أشهر. نبي الله يحيى قتل من أجل كلمة حق عند سلطان جائر، كذلك أبا عبد الله الحسين. نعم، نبي الله يحيى قطع عنقه 12 ضربة من القفا، كذلك أبا عبد الله الحسين. حز رأسه 12 ضربة من القفا. نبي الله يحيى علق رأسه على القناة أياما طوال، كذلك أبا عبد الله الحسين. ظل رأسه معلقا من العراق إلى الشام. أيضا نبي الله يحيى أهدي رأسه إلى ملوك بنو إسرائيل وطواقيت بني إسرائيل، كذلك أبا عبد الله الحسين. أهدي رأسه إلى يزيد وطواقيت العرب. نعم، نبي الله يحيى ظل دمه يقلي سنين طوال، كذلك أبا عبد الله الحسين. ظل دمه يقلي وسوف يقلي إلى يوم القيامة في قلوب المؤمنين. نعم، نبي الله يحيى هو عبرة الأولين في زمانه، ولكنه أبا عبد الله الحسين عبرة الأولين والآخرين. هنالك خصائص أخصها الله فقط إلى أبا عبد الله الحسين، فقط لأبا عبد الله الحسين، أن الله خلق الجنة من نور الحسين. وإن شاء الله سوف ندخل الجنة بفضل الحسين، وبفضل البكاء على الحسين، وبفضل مجالس الحسين، وبفضل حزننا على الحسين. أيضا جعل الله لأمة المعصومين من ولد الحسين تعويضا له على ما كان عليه في واقعة الطرف في يوم الطائف. نعم، أيضا هو عبرة الأولين، بكاه كل الأنبياء والأصفياء والمرسلين قبل أن يولد، ليس فقط نبي الله زكريا ونبي الله يحيى، بكوا الحسين، بكاه كل الأنبياء قبل مولده، وأيضا بكاه كل شيء في يوم العاشر من عاشوراء حين قتل الحسين، بكاه كل حدب وندب، كان يوجد الدم تحت كل حجر في الصحراء، أيضا بكته الملائكة، بكته الشمس على كيفيتها، بكاه الغمار، كل شيء بكى الحسين.
ماذا قالت زينب في مجلس يزيد؟ أعجبتم أن أمطرت السماء دما؟ نعم، كل شيء بك الحسين، وكثير من الناس، أغلب الناس بكوا أبا عبد الله الحسين، فقط أبناء الزنا والمنافقين وناصب العداء لأهل البيت هم الذين لم يبكوا الحسين، وإلا حتى الكافر إذا كانت له سريرة طيبة، نعم حاتم الطائي كافر ولكن له سريرة طيبة، هو في النار ولكنه له سريرة حسنة، كل كافر له سريرة طيبة إذا سمع قصة الحسين يبكي. غاندي كان بعيدا كل البعد عن الإسلام، حين سمع قصة الحسين قال اتخذت من أبا عبد الله الحسين شعارا كيف أكون مظلوما وأنتصر، وأنتصر على الاستعمار بفضل الحسين. نعم، أيضا من الخصائص الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. يا من إليه يلجع الداعي إذا ما مسه الضر، أيقتل حسين ضام في كربلاء وكل عضو من أنامله بحر؟ ماذا قال النبي الأعظم بشأن الحسين؟ حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحبه. وقال الحسين سفينة النجاة من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرقا وهوى. وقال الحسين مصباح الهدى. دخل يوما النبي الأعظم في دار فاطمة والحسين طفل رضيع في المهد يبكي، فقال النبي لفاطمة يا فاطمة أسكتي؟ ألا تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ الله أكبر، ماذا قال الإمام الباقر؟ يحشر جدي الحسين يوم القيامة على صعيد وحده بدمه بجراحاته جسده يشخص دما، جالسا واضعا رأسه في حجره رافعا يديه إلى السماء، يخرج من منحره كلمات ربي نجي شيعتي من النار، وكأني به يوم العاشر من عاشوراء. بأي حالة يذكر أنه أكثر ما أحرق قلب الحسين في اليوم العاشر هو عبد الله الرضيع، ولكن بعد عبد الله الرضيع حزن الحسين حزنا شديدا حين رأى علي الأكبر قد تقدم للمعركة، وهو أول من تقدم من بنو هاشم، الأنصار هم الفداء والفداء أول من يتقدم، ولكنه بعد الأنصار أتى علي الأكبر يطلب الإجازة، ولما رآه الحسين أرخى عيونه بالدموع حتى بلل لحيته الكريمة، ثم رفع رأسه وسبابتيه إلى السماء قائلا اللهم اشهد، فقد برز لهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك المصطفى، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجهه الكريم.
الكريم. اللهم احبس عنهم قطر السماء، اللهم امنع عنهم بركات الأرض، اللهم قطعهم تقطيعا، اللهم فرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي عنهم الولاة أبدا. إنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. فالتفت إلى ابن سعد فقال له: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ صلتي وقرابتي من رسول الله. هنالك عرف علي الأكبر الإجازة، فانطلق إلى وسط الميدان مناديا: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وآل البيت أولى بالنبي، أطعنكم بالروم حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. فقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم برز إليه من يخشى عليه من، فالتفت الحسين لزوجته ليلى، قال لها: ليلى، أن ابنك في محنة عظيمة، فادعي له، فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. فدخلت ليلى إلى الفسطاط وأرخت الستار وشقت جيبها ونشرت شعرها ورفعت يديها إلى السماء منادية منادية: اللهم بك يا الله، اللهم بحق نبيك المصطفى، اللهم وبحق فاطمة الزهراء، اللهم وبحق الحسين، اللهم وبحق قربة الحسين، اللهم وبحق وحدة الحسين، اللهم وبحق عطش الحسين، ارجع إلي ولدي سالما غانما. يا راد يوسف إلى يعقوب، ارجع إلي ولدي، وما هي إلا لحظات حتى رجع علي الأكبر مناديا: أبتاه، صيد الملوك أرانب وثعالب، وأنا إذا برزت فصيدي الأبطال. قال له الحسين: أهلا بك يا ولدي. احتضنه ساعة فقال له: ولدي، أعلم أنه عندك حاجة، فما حاجتك؟ قال: بتاه، العطش قتلني، وثقل الحديد أجهدني، فهل لي من شربة ماء وأرجع إلى الميدان وحدي؟ قال له الحسين: ولدي، أنت عطشان وأنا عطشان، ولكنه والله عطشي أشد من عطشك. ولدي، ارجع إلى الميدان، فسرعان ما يسقيك جدك المصطفى بيده الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فرجع إلى الميدان: آجركم الله يا مؤمنين، فقتل تمام المئتان، وتحاوطوا من كل جانب وقدروا به. آجركم الله يا مؤمنين، وضربه من غذبنا مرة على رأسه من خلفه ففلق هامته.
فهوى على عنق جواده وصار الدم كالميزاب على عين الجواد، فأصبح الجواد لا يبصر طريقه، فانطلق به نحو الأعداء وتلقوه بسهامهم ورماحهم وسيوفهم فقطعوه إربا وأتى لمصرعه أبا عبد الله الحسين وكأنه الليث المنقاف يكفكف دموعه بكمه، ولما وصل عنده هوى عليه قائلا: ولدي على الدنيا بعدك العفا، أنت استرحت من هم هذه الدنيا وغمها وبقي همها وغمها لوالدك الحسين، فحمله إلى المعسكر وهو محدود بالضار، جابه مدده ما بين أخوته، جابه ومدده ما بين اخوته، بكى عنده اويلي وهموت، بس ما سمع النسوان صوت، بس ما سمعان النسوان صوتا، اجت عمته تصيح الله أكبر، ولكن ماذا عن ليلى؟ ماذا عن أم الأكبر؟ وليلى على شبيه النبي تخمش بلي يخدود، من شافته مقطع وعلى الثرى ممدود، ولولا على شبيه النبي تخمش بلي يخدود، من شافته مقطع وعلى الثرى ممدود، تقول لي: يا ابني يا ابني لبستني ثياب لي الحون، من تلحنون يا ابني شلو اقطعت بيا، يا الله اللهم انا نسألك وندعوك يا الله، اللهم باسمك العظيم الأعظم، اللهم بحق من وقف والملا أمامه مناديا للإمامة: من كنت مولاه فعلي، من كنت فعلي، اللهم والي ما والا وعادي من، وانصر من، واخذل من، وقال: من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، اللهم وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم أيضا إخواني نقرأ شفاء مريض إخواني، إخواني نقرأ هذه الآية ثلاث مرات: أمان اللهم شافنا وعافنا بحق مريضك كربلاء الإمام زين العابدين،
ومن توفي على الولاية ولا سيما الحاضرين أبائهم أجدادهم جداتهم ذويهم، وأيضا المرحومة بيبي جاسم محمد الحداد معزيز، وأيضا لا أنسى علماؤنا الماضين والمراجع الكرام ولا سيما شيخنا الأوحد ومن مضى على نهجه، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين، اللهم اجعلهم مع الأنبياء والأصفياء والمرسلين، اللهم احشرهم مع أهل البيت أجمعين، اللهم اجعلهم مع النبي المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى، اللهم اجعلهم مع الحسين وفي كنف الحسين والذي اختارهم أبا عبد الله الحسين ليكونوا مع أولاد الحسين ولأمة المعصومين من ذرية الحسين، واخلف على أهلهم في القابرين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا زينب وحال في جري يا يما علي الدار غدت يا أمي حسن.